تكلم المترشح الحر في بداية العهدة نتاعو، قال سأسترجع الأموال المنهوبة. أخي قالها سأسترجع الأموال المنهوبة. وهذه رجال القانون من لهنا، هذه أمور قانونية بين دولة، كاين قوانين دولية لتربط تحكم هذه البلاد هذه الأمور. كاين أشياء ما تخرجش للناس، كاين أشياء تسير تاع دولة. نعطيكم حاجة بسيطة برك، أن الدولة الجزائرية دارت 285 إنابة قضائية في 32 دولة، في 32 دولة، ولقات 755 حساب بنكي في هذه الدول. فهمتوا؟ يعني الأموال كانت تخرج وتتحط في حسابات بنكية في الخارج، والتحريات ما زالت ماشية. استرجاع عقارات، استرجاع عقارات وفنادق في الخارج وفي الداخل، استرجاع مصانع وشركات، وراهم دوك رجعوا للحضيض تاع الدولة وراهم يخدموا فيها جزائريين.